طبعا دلوقتي احنا في ايام امتحانات الترم الاول، غالبيه البيوت فيها طلاب سواء في سنه رابعه وخامسه ابتدائي او في سنه اولى وثانيه اعدادي. طبعا بيكون في حاله طوارئ، ده معروف ومن زمان بيكون في حاله طوارئ في البيت. كل الاسر بتحاول انها توفر الاجواء المناسبه للمذاكره، بيهيئوا اولادهم للامتحانات. طبعا الكلام ده ما بيكونش في الفتره دي، بيكون من قبلها بشويه كمان. يمن والله ساعات بيبقى في الفترة دي وساعات بيبقى من قبلها بشوية، كل واحد وكل بيت حسب استعداده وكل ولد وبنت حسب قدرتها على التحصيل. عايزة أقولك إن الطلبة المفروض يعني يكون اليومين دول أعصابهم متوترة وأعصابهم مشدودة في أيام الامتحانات، خصوصا إن في طلاب أول مرة ممكن يكونوا بيدخلوا امتحان رسمي زي طلبة رابعة ابتدائي مثلا. الأم بقى يعيني بتكون تعبانة وشايلة المسؤولية يمكن أكتر من الأولاد، طول الوقت عمالة تتابع الولاد، طول الوقت عمالة تحاول تحل بوكلتس وتحل شيتس وتشوف تستوعب ازاي كل الدروس اللي في المواد دي. اعتقد ده من كتر ما هي حاسه بالمسؤوليه ومن كتر ما هي قاعده عماله تذاكر، يمكن ده بيخلق حاله من القلق والتوتر جوه البيت، خصوصا بقى انها بتلاقي الولاد كده ولا فرق لهم وعايشين حياتهم. بس هو ليه الام بس؟ يعني هي ليه الام بس هي اللي بتبقى تعبانه وشايله المسؤوليه وشايله الهم؟ ما كلنا والله بنبقى على قلب رجل واحد يعني في مثل هذه المواقف. بجد احكي لي. ده حقيقي انا لسه طبعا ما وصلتش للمرحله دي. ارجع بقى لف وارجع تاني. لسه ما وصلناش للمرحله دي مع الابناء، بس اعتقد انت مريتي بيها. لو تحكي للناس الاول تجربتك مثلا في الفتره دي كانت عامله ازاي؟ فتره رابعه ابتدائي. مش بالنسبه لك انت طبعا كشخص، بالنسبه لاولادك. انا اللي كنت بذاكر برضو. برضو نفس ده معناه انك كنت مشدوده طبعا. كنت مشدوده جدا في رابعه ابتدائي، يعني احنا كنا الدفعه البايلوت اللي اول مره تطبق عليها رابعه ابتدائي، فكنا لسه مش عارفين النظام، ايه الاخبار، ايه اللي بيحصل، الطريقه نفسها في الدراسه كانت مختلفه. فكره برضو ان احنا يعني مش مصدقين قوي فكره ان احنا فعلا ما فيش اسي كويستشنز وفعلا ان احنا هنبقى الامتحان مالتيبل تشويس والكلام ده، يعني برضو الجوانا عمالين نحاول برضو نحفظ ونعمل. فكانت فترة كده فيها توتر في الأول لغاية ما فهمنا إن ده سيستم رائع جدا لكل الناس. الناس الموضوع بيعتمد على الفهم أكتر، بيسيب مجال للإبداع عند الولاد أكتر وعند الأمهات برضو إنهم يعني بيقدروا يفكروا مع الولاد، وعمل بوند يعني عمل نوع من أنواع الترابط كده بيننا وبعض، لأن بنقعد نفكر في حاجات. ده مهم عشان. جدا. لكن الأهم في الموضوع زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي إنه ما يكونش فيه توتر. التوتر اللي بيجي عند الأهالي بينعكس على الطلبة، زي ما بنقول إيه، اللي ذاكر ذاكر، بس مش معناه إن إحنا خلاص اليومين دول بقى نسيب الدنيا وبتاع، لا، قادر إن أنت تحصل. طبعا بتبقى حسب قدرات كل طالب، في طالب قادر إن هو يحصل في الفترة دي على الرغم من إن الوقت بيكون مضغوط وخلاص أنت داخل على امتحانات فبتقول أراجع اللي أنا ذاكرته. في ناس قدراتها إن هي تراجع بس، في ناس قدراتها إن هي تبتدي تحصل كمان برضو جزء كبير من المعلومات خلال الفترة دي. لكن الطلبة خلاص عملت اللي عليها والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، خصوصا انه بقى دلوقتي في مراجعات كمان إلكترونية بتوفرها وزارة التربية والتعليم على منصاتها المختلفة. المراجعات دي بالمناسبة بتساعد الطلاب كتير جدا في ان هم يقدروا يلموا المنهج قبل الامتحان. عايزة أكلمك عن تجربتي مع المنصات دي، وعايزة أقولك على المراجعات دي. المراجعات دي بتبقى قد إيه مهمة، إنها فعلا بتغطي المنهج كله. يعني زي ما شاذلي كان بيقول اللي ذاكر ذاكر، لا خالص، اللي لسه ما ذاكرش لغاية آخر يوم بيبقى عنده الفرصة إنه من خلال حل المراجعات دي إنه هو يبص كده نظرة بانوراما كده أو نظرة على كل المنهج من خلال الأسئلة، حتى لو كان في جزء ما تراجعش من خلال الأسئلة عن طريق إجابات الأسئلة دي. فعلا بتساعد جدا انها تشرح وتعلم وتفهم من خلال حل الأسئلة دي. في طلبة كتير كمان بقت تفضل انها تتابع المراجعات دي عن الدروس الخصوصية، عن الحركة والنزول والمروح لبيوت زمايلهم او يروحوا سنتر. يمكن كل ده وفر عليهم وقت كتير وعلى اهاليهم، ووفر عليهم فلوس اكتر واكتر كمان، وده يمكن كان الهدف الأساسي من منصات وزارة التعليم، انها توفر بديل محترم لفكرة الدروس الخصوصية. إن شاء الله كل اللي بيمتحنوا النهاردة والأيام الجاية ربنا يوفقهم. إن شاء الله كل الأمهات يكلل يعني تعبها بالنجاح إن شاء الله. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. صباح الخير يا مصر.